السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي مو محاضرة بقد ما هي مشكلة راح تنشرح، هي كيفية تفعيل البيس ماب. أنا في بعض الأحيان لاير معينة حتى أفعل بعض الأمور أحتاج البيس ماب اللي هي الخارطة الطوبوغرافية الخاصة بمثلا صورة عامة. فهسه أجي إذا أريد أنا ناس عندي البيس ماب مفعل من هذا الخيار أقدر أضيف البيس ماب، لكن لو أني كان البيس ماب غير مفعل ويظهر لي الأغلبية من هذا الخيار، هسه أنا أروح على هذا الكونكشن مالته. إذا كان غير مفعل البيس ماب شلون أنا أقدر أنشط أو أفعل البيس ماب؟ أول شيء تروح على هذا الخيار من الجانب صف الكونكشن اللي خاص باللابتوب، التفعيل تختار هنا الران أو التيست كونكشن ناو، فتقدر أنت هنا تتأكد من الكونكشن. يعني لو كان انت عندك مثلا اذا كان ما غير مكنك مثلا، هسه خل اسوي لكم اياها، اغلب المشاكل تظهر انه هاي غير مفعله. شنو السبب مالتها؟ اول شيء من هذا الخيار مثل ما قلنا نروح نضغطه البروبرتيز مالته. فهسه لو قال لي انا بدون يعني انه مثلا لا تشيك لي، او مثلا انه انا كان هذا غير مفعل، هسه مثل ما نلاحظ هنا هذا غير مفعل. فهسه أنا وين المشكلة عندي من يظهر لي عدم ظهور الخرائط البيس ماب؟ عندي المشكلة من إذا نروح لهذا الخيار نلاحظ هاي هذا الرمز أو اللوجو الخاص بالجي آي إس عليه الإشارة اللي هي باللون الأحمر، يعني معناها الإنترنت اللي خاص بحاسبتك أو لابتوبك غير مفعل وغير واصل للجي آي إس. فهسه إحنا إذا نضغط عليه مرة واحدة نتأكد أول شيء بأول خيار، بالمناسبة نلاحظ نروح من هنا إنه البيس ماب آد بيس ماب غير مفعل ما متفعل هنا. فشنو أسوي؟ أول خيار أروح أتأكد من الإنترنت اللي خاص بالحاسبة، يعني أغلب المشكلة تنحل من هنا. والمشكلة الثانية إنه أروح أني على الكونكشن الخاص، رأسا أقول له ران كونكشن تيست، أتأكد لي من ران كونكشن. هسه راح هو إنه يسوي لك كونكشن خاص أو التيست كونكشن ناو، والآن شيك هسه يقول لك هنا كونكتد تو ذا ارك جي اي اس اون لاين، لا يعطيك هذا الإشعار. بعد ما يعطيك هذا الإشعار البيس ماب راح تتفعل تلقائيا، وتقدر تضيف أنت الخريطة اللي تحتاجها كش أيا كانت نوع الخريطة، توبوغرافي، ترانسبورتيشن، شنو هي تريدها كإيمج، ستريت، أنت الخريطة اللي تحتاجها وذ ليبل أو وذاوت ليبل، مجرد ما تختارها وتقولها آد راح تنضاف إليك وتشتغل عليها. لكن اذا وصلت مرحله انه ما انضافت لاي سبب إن كان، بسبب الكونكشن الخاص بالحاسبه او كذا، يعني ما اعرف، تقدر انت عن طريق هذا الموقع، تقدر عن طريق هذا الموقع الاوفر فيو اللي خاص بهذا الموقع انت اللي هو تابع لشركه ايزري، يعطيك الديسكريبشن مال البيس ماب اللي تحتاجها بالديسكتوب اللي هو حسب يا ارك ماب انت تشتغل عليه، موجود لكل الارك ماب. فتقدر انت عن طريقها تستدعي الخرائط اللي انت تحتاجها، فموجوده كل الخرائط بها اونلاين هنا عن طريق هذا الجروب. هذا الخيار الاخير انت تستخدمه اذا ما فتح وياك، ولو هو بالاحرى يعني اغلب المشاكل تنفتح انه مجرد ما انت تفعل الانترنت اونلاين وتتاكد من هذه الاشاره انه ما عليها يعني لوجو باللون الاحمر او خطا باللون الاحمر، تلقائيا راح انت شوف هسه هذا اللون هنا هاي فد انه ابلكيشن خاص بالانتي فايروس غير مفعل للانترنت، نلاحظ هناك علامه بالاحمر عليه. فانا اتاكد كل من ادخل منه انه هذا الخاص العلامه بالارك جي اي اس انه ما موجوده عليه الاشاره باللون الاحمر، معناها متفعل الاونلاين، فاتاكد. واذا كانت في مشكله ثانيه فتقدر تستفاد من هذا الموقع. ان شاء الله تكون هاي المحاضره وانما درس بسيط لحل مشكله انه تستفادون من عدها. نلتقيكم بمحاضرات اخرى، دمتم بامان الله وحفظه.